ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. التهريب السورية حبيبي، ومثل ما بيقول المثل اللي بيحب النبي يخلي، أو المثل اللي بيقول هريبة تلتين المرجلة، حاكم هاي البلاد كل أمرها كانت هيك، ومشان هيك اقرأ المثل وللواقع امتثل. هذا واقعك، أنت ضعيف ما لك حدا، يعني صفتك ووجودك وكيانك وشخصيتك اللي مسمينا سوري هي شيك بدون رصيد. دمغة البلدية اللي على الغنم أقوى منها. أنت سوري يعني لا شيء، ولا ترد على حكي الفلاسفة والمفكرين. أنت ضعيف، واللي مو ضعيف منك شوهد، وباعتباره شوهد فاعتبر أنك ما رح تشاهده بعد هاللحظة. أما اللا بأس فلا بأس بوجودهم حاليا لبما تجي بيعتهم، وبالعادة بينباعوا هدول بيعة مساء. أما الجيد فبينشرى بعزة اللا بأس، في حين بينشرى الجيد جدا بعزة الشوهد. ممتاز، ممتاز أنت أيها المتحكم بمصائر البشر، ممتاز أنت أيها البطل، ممتاز يا أيها البائع الأخير. لن تجد من يشتريك، فأنت بالأساس لست ملك نفسك. ترغيب للمعارضة، ترهيب للثورة، مرحلة للمثقفين، تحسين للمؤيدين. برافو يا شطور للانتهازيين، أحسنت للمتملقين. ثابر وإلى الأمام للرماديين، حسن خطك للمخبرين، وضح اسمك للنجوم. فصل 3 أيام مع إحضار ولي أمر للمذنبين المتمردين. اعتز بنفسك يا حيوان، اعتز اعتز، قرف العالم بالاعتزاز. شايفه شو معتز؟ الله يعزك هالمعتز، شغلته يزرنا. وباعتبارنا اخترنا ما بين اثنين الموت ولا المزلة، فلقد متنا كله من المعتز. ايه الحيوان المعتز، بس ترك لنا من الاعتزاز العزة. حتى العزة مارس عليه الاعتزاز، معناها ما ترك لنا شيء. له ليش انت مفكر انه ترك لك شيء؟ ترك لنا المفر وفرينا. ايه نحن فرارية يعني مطلوبين. ايه واقل نفر فينا مطلوب لثلاثين جهة. مو كنت بزمانك تتمسخر على المطلوبين لجهتين؟ ايه بطلت موطن من زمان، صاروا كلاسيكيين. انت مطلوب؟ ايه مطلوب. من مين؟ من حالي. طالب حالك؟ ايه طالب القرب. من حالك؟ ايه من حالي. زعلان منك شي؟ ايه في هيك شي. كرهان حالك يعني؟ ايه مو طايقة. لحالك؟ ايه لحالي. ما عندك حدا؟ لا. اجي معك فيزا؟ لا. معك مصاري؟ لا. شلون بدك تجي؟ بالخيال، بالفيسبوك، بالسكايب. شو الأغاني اللي بتحبها؟ ما عاد في. ليش؟ كل المطربين اللي بحبهم طلعوا من حبك جية. عليك بالميتين، حلوين الميتين بس ما عادوا ميتين. انبعث التاريخ، ايه التاريخ الوسخ. نجح البعث يعني نجح وبامتياز. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.